بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بإخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية والمزارعين وكل الإخوة في الوطن العربي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن عنصر من العناصر الكبرى. إحنا كتير بصراحة تكلمنا عن العناصر وقلنا فيها عناصر كبرى وفيها عناصر صغرى، وقلنا ان العناصر الكبرى هم 9 عناصر والعناصر الصغرى 7 عناصر، وقلنا الفرق بينهم وبين بعض ان دي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة اللي هي العناصر الكبرى، اما العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة، ولكن في الاهمية الاثنين زي بعض. النيتروجين بكمياته الكبيرة والبوتاسيوم والفوسفور هم زي الحديد والمنجنيز والزنك من حيث الها اهمية. طيب النهاردة هنتكلم عن النيتروجين، لان ما ينفعش ان انا اتكلم على طول عن عناصر كبرى وعناصر صغرى والناس مش عارفة يعني ايه العنصر الكبير ويعني ايه العنصر الصغير، فهنمسكهم واحد واحد كده. ليه؟ لان ما ينفعش اقول لا تقربوا الصلاة واسكت، لازم اقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ولا لا ما ينفعش اقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع واسكت، لازم اقول ايه وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فالنهاردة بإذن الله تعالى عشان نتكلم عن العناصر فلازم نمسكهم عنصر عنصر. أول عنصر فيهم في العناصر الكبرى وهو عنصر النيتروجين. النيتروجين الطماطم اللي ورا حضرتك ديت بتحتاجه بكميات كبيرة، والنيتروجين بيعتبر من العناصر الكبرى واللي هو بيحتاجه النبات بكميات كبيرة، والفوائد بتاعته طبعا احنا عارفين ان هو بيدخل في تركيب البروتينات وبيدخل في تركيب الاحماض النووية زي الار ان ايه والدي ان ايه، والاحماض الامينية بيدخل في تركيبها، والقلويدات وكل شيء تقريبا. يعني النيتروجين له دور مهم جدا في النبات، ولكن ما يهمني النهاردة المصدر الرئيسي يا جماعة للنيتروجين هو الهواء الجوي. الهواء الجوي هو المصدر الرئيسي للنيتروجين. ليه؟ زمان علمونا في المدارس ان الهواء الجوي بيتكون من الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. طيب علمونا ان النيتروجين بيمثل كام؟ 4 تخماس حجم الهواء، كانوا بيقولوها لنا كده، وهو 79.8% من الهواء بيبقى عبارة عن نيتروجين. ومعلومة هي ما تفيدكش كتير، ولكن يعني احنا بنستخلصه بطريقة بيسموها طريقة هابر بوش. الطريقة ده هي 2 علماء ألمان هم اللي ايه هم اللي حبوا يستخلصوا النيتروجين بالطريقة بتاعتهم دهيت، فعملوا طريقة بيسموها طريقة هابر بوش اللي هي مشهورة جدا يعني. طيب بالنسبة للمصادر بتاع النيتروجين او السورسز بتاعه يا جماعة، كل حاجة لها مصدر. النيتروجين المصادر بتاعته لو انا عايز اسمد، انا عايز اسمد تمام، عايز اسمد وعندي كيماويات كتيرة، بقى مصدر بقى مصدر اللي انا هاخد منه ده تمام. لما بنقول مثلا والله انت عندك عايز تاكل شويه بروتين عشان تتغذى وتبقى كويس، طب مصادر البروتين عندنا ايه؟ قال لك في بروتين نباتي وفي بروتين حيواني تمام. البروتين النباتي اللي هو في فول الصويا مثلا كتير، في العدس، في البسله، في النبات البقوليه معظمها فيها نسبه البروتين فيها عاليه. طيب والبروتين الحيواني قال لك والله في اللحمه وفي البيض وفي السمك مرتفع تمام. طيب هكذا النيتروجين اللي هو النبات برضه احنا عايزين نغذيه نيتروجين. ففي مصادر يا جماعه للنيتروجين ديت اللي عايز ناخد بالنا منها ونعرف الفروق فيما بينها، لان ديت تخص الراجل المزارع اللي هو بيحط الكيماوي بتاعه، وعايزك لما تحط حاجه تبقى عارف انت بتعمل ايه. دي ادنى حقوق للثقافه الزراعيه عليك يعني تمام. النيتروجين ليه مصدرين، مصدر نتراتي النيتروجين المعدني، بقى في نيتروجين على فكره معدني وفي عضوي. العضوي ده اللي هو بيتحط مع السماد العضوي اللي محتوي عليه الماده العضويه اللي احنا بنحطها. اذا كنت بتحط سماد دواجن او سماد استابل او سماد بلدي او سماد، المهم ده نيتروجين عضوي، بعد شويه بيتحول بيحصل له عمليه بسموها عمليه المعدنه وبيتحول لنيتروجين عضوي بيستفاد منه النبات بس بعد فتره يعني تمام. طيب اما النيتروجين المعدني في نيتروجين منه نتراتي وفي نيتروجين منه امونيومي تمام. النتراتي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن نترات النشادر ونترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم وحمض النتريك
تمام. نترات النشادر دي نسبة النيتروجين فيها 33.5%، اللي هو الجماعة المصريين انتاج شركة ابو قير. طبعا الخليج ما بيستخدمش النترات النشادر، مش موجودة او ممنوعة عندهم اصلا. تمام، نترات النشادر قلنا نسبة الازوت فيها 33.5%، او هو يقول 33 ل 34 ما علينا. المهم دي وبينتجها طبعا شركة النص، وبتنتجها مصنع السويس، وبينتجها المصنع ابو قير. تمام، ده في مصر. في عنصر تاني نترات اسمها نترات الكالسيوم، نسبة الأزوت فيها كام؟ نسبة الأزوت فيها 15.5%، بس خد بالك دي بيبقى معظم الأزوت فيها 1% من 15%، واحد من 15 دول واحد فيهم أمونيا، وبقية ال 15 من حمض النتريك. تمام، دي نترات الكالسيوم، وفيها 19 طبعا في ونص في المية كالسيوم، كالسيوم، ودي بنستخدمها كثنائي الغرض، ان هي تسميد كالسيومي وتسميد نيتروجين او ازوتي. تمام، عندي تاني نترات البوتاسيوم. نترات البوتاسيوم دي فيها نسبة نترات يا جماعة 13.5%، نسبة نترات يعني الازوت فيها 13%. اصحى للفيديو اللي فات اتكلمنا عنهم، اصحى اصحى شوية، فيها 13.5% النترات البوتاسيوم، وفيها 45.5% نترات بوتاسيوم، ودي افضل حاجه يا جماعه في اسمده البوتاسيوم، ودي بيستخرجوها من حمض النتريك مع كلوريد البوتاسيوم. يعني طريقه التصنيع بتاعها ما تلمكش في حاجه، بس ده الاساس يعني، فليه يسموها نترات بوتاسيوم. تمام، حمض النتريك عندنا في مصر 55%. تمام، التركيزات بتاعته بصراحه بتختلف من 55 اللي فيه لحد 68 انا شفته في المملكه، وده موجود ما فيش فيه اي مشكله خالص. تمام، لكل حاله فيهم يعني حالات معينه بيتسمد فيها السماد دهوت، او مرحله معينه من مراحل النبات بيتسمد دهوت، يعني ممكن نتكلم عليهم بس لما نخلص الامونيوم. السماد الامونيوم يا جماعه، النيتروجين الامونيومي بقى اللي هو زي سلفات الامونيوم او سلفات النشادر، سمي زي ما تسمي، بس من كبريتات نشاد، سلفات نشادر، سلفات امونيوم. امونيوم يا جماعه مش امونيا، امونيا ان اتش 3 غاز متطاير، اما امونيوم ان اتش 4 امونيوم ده عنصر، اما ان اتش 3 امونيا يعني غاز بالالف، الالف طاير وهو معاك طاير، عشان تفرق بين الاثنين. في حاجه اسمها امونيا او نشادر غاز الامونيا او غاز النشادر ان اتش 3. تمام، ان اتش 4 دي الامونيوم العنصر احنا بنقول عليه، فاحنا بنقول سلفات الامونيوم يعني كبريتات الامونيوم. تمام، كبريتات الامونيوم يعني سلفات الامونيوم يعني سلفات النشادر، كبريتات الامونيوم يعني سلفات الامونيوم يعني سلفات النشادر. احفظك كويس، ليها ثلاث اسماء وكل واحد بيسمي فيها باسم في الوطن العربي، بس احنا مختلفين شويه، كل واحد يعني له طريقه في. المهم عندي اليوريا 46% برضو، دي بتعتبر سماد امونيومي. تمام، عندي يا جماعة كمان اليوريا سلفيت اللي هي التركيب بتاعها قلناه المرة اللي فاتت، 17-44-0، 17 امونيوم و44 فوسفور وبوتاسيوم مفيش. تمام، اليوريا سلفيت برضو بتعتبر. في كمان حاجة اسمها انت مالكش دعوة بيها لان هي بتستخدم تحت ظروف خاصة، اللي هي الامونيا المسال يا جماعة، الامونيا المسال والهيدرس امونيوم، دي 82% بس تقريبا، دي بيحقنوها ولها صفات خاصة يعني. وفيه الاكوا امونيا، ودي من 20 ل 25%، دي سايلة يعني، بس برضو تعرفها من ضمن الاسمدة الامونيومية. يبقى احنا عرفنا ان النيتروجين ليه المصدر الاساسي في الهواء الجوي. النيتروجين المعدني بينقسم لشقين، شق نتراتي وشق امونيومي. الشق النتراتي قلنا ممكن ناخده زي الانسان، ما قلنا لو البروتين عنده مهتزه وخلل فيه، بياكل لحمه، بياكل سمك، بياكل بيض بنسبه عاليه فيه، لو عنده ست حامل مثلا وعندها انيميا او حاجه، فالدكتور بيقول لها حاولي تشربي عصير قصب، حاولي تاكلي بتنجان، حاولي تاكلي تفاح، لان ده مصدر من مصادر الحديد اللي هو النقص بتاعه ظاهر عليها. فاحنا زي ما قلنا برضو زي الانسان هو النبات برضو، ففي مصدر نترات. الامونيوم ده هنجيبه منين؟ مصدر نتراتي ومصدر امونيومي. قلنا النترات زي نترات النشاد، نترات الكالسيوم، نترات البوتاسيوم، زي حمض النتريك، دي كلها اسمده نتراتيه
اما الاكسيد الامونيا زي سلفات النشادر، سلفات الامونيوم، كبريتات الامونيوم زي ما تسميها، وعندي اليوريا، وعندي الامونيا المسال، وعندي الهيدروس امونيوم، وعندي الاكوا امونيوم. كل ديت مسميات للامونيا. تمام. طيب النيتروجين، كل واحده من دول يا جماعه الاسمده النطراتيه لها شغل بعد كده هنتكلم فيه. تفضل ايه، الاسمده النطراتيه ولا الاسمده الامونيوميه؟ في الحقيقه ده له ميعاد معين ووقت معين ومرحله معينه من مراحل نمو النبات، والامونيوم برضو له مرحله معينه من مراحل نمو النبات. بيختلف برضو اختيار التسميد النطراتي والتسميد الامونيومي على حسب بي اتش التربه، برضو بيختلف على درجه حراره. في عوامل كتير هنتكلم عليها باستفاضه، وفي حاجة بيسموها المقارنة بين الأسمدة الأمونيومية ولا الأسمدة النطراتية، ده أزوت وده أزوت، بس نحط ده إمتى وده إمتى، ده اللي بإذن الله تعالى هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي. بس يلزمني حاجة، أسمدة النطر باقي لي بس يا جماعة حاجة هختم بيها، يعني وهي عملية البالانس أو التوازن، أو أقدر أقول التوازن أو الاعتدال في التسميد الأزوتي. ونعرف بس التسميد الأزوتي ده هو لو زاد عن حده هيعمل إيه، مش كل حاجة هتعملها هتكون صح، لا ده الزيادة لها أضرارها والنقص برضه هيكون له أضراره. فالزيادة في التسميد الأزوتي على محاصيل الخضر قلت 100 مرة قبل كده هيؤدي لي إلى تشجيع النمو الخضري على حساب النمو الجذري، ودي في وقت التحميل بتاع النبات أو يبدأ يشيل هتبص تلاقي الجذر ما عندوش القدرة إن هو يغذي كل الثمار اللي على الثمرة، مثلا الخط الطويل اللي أنت شايفه في الطماطم دي رقة دي لسه هنطلعها تاني، عملنا عملية ترقيد لينج ولسه هنرقى تاني يعني، فالكمية كبيرة. فلو المجموع الجذري عندك مش قوي مش هيقدر يكفي بحاجة النبات. ليه؟ لأنك أنت أساسا زودت تسميد أزوتي على حساب الفوسفور مثلا أو على حساب البوتاسيوم. فبالنسبة للجذور ابتدت تبقى جذور يعني مجموع جذري ضعيف، مش قادر يوفي باحتياجات النبات في عملية الامتصاص بتاعت العناصر من التربة. تمام. قلنا برضو ان زيادة الازوت يا جماعة هتعمل لي مشاكل برضو في ان النبات هيكون غض عصيري، ونسبة الالياف اللي موجودة في النبات هتكون صغيرة، وبالتالي هيعمل لي مشكلة في ان الثقيب المصة هتدخل لي مثلا على الطماطم زي الذباب البيضاء او التريبس، او المن هيدخل بشراهة على، لان الظروف انت هيأت له ظروف كويسة وهو ان النبات غض والورق بتاع النبات غض، فديا هيقدر يحط الانابيب اللي بتمص العصاره بتاعت النبات، وهتلاقيه يصول ويجول في النبات بدون رادع لان نسبه الازوت عاليه والنبات غض، النبات غض ونبات عصيري. تمام. غير كده قلت كمان زياده الازوت هتعمل لي نبات عصيري، وبالتالي برضه هيكون عرضه للامراض الفطريه، لان اساسا الجهاز المناعي بتاع النبات في خبر كان، لانك انت اصلا من الاول ما اسستش النبات وعملت بالانس، بل قعدت حطت سمات اساس وقمت حاطط عمال تسمد النبات بيجري قدامك، وانت عمال بتسمد تسميد ازوتي، وممكن تحط يوريا، وممكن يكون البيت المحمي عندك اساسا نسبه الاضاءه مش عاليه فيه، فبالتالي بيزيد الطين بله. تمام. طبعا نقص الازوت طبعا معروف يا جماعه لكل البشر، ان الازوت اساسا بيبقى عالي جدا في الاوراق الحديثه ويكون منخفض في الاوراق المسنه. بيزيد محتوى النيتروجين او السماد الازوتي في النبات في الاعمار الصغيره، ولكن كلما تقدم النبات في العمر بيقل نسبه النيتروجين في النبات. النسبه المظبوطه للنيتروجين في النبات من 2.5 ل 3.5، دي النسبه المظبوطه، يعني انت حضرتك لو عملت التحليل وطلع من 2.5 ل 3.5 اساسا نسبه النيتروجين او الازوت في النبات دي بتبقى تعتبر نسبه كويسه جدا. بتزيد النسبه ده هي يا جماعه ناخد بالنا بس في النباتات البقوليه اللي زي العدس والترمس والبسلة والفاصوليا واللوبيا، الحاجات البقوليات اللي انتوا عارفينها بتزيد النسبه ده هي فيها. بتقل نسبه الازوت في اشجار الفاكهه الى حد ما.
الازوت بيعمل اصفرار كامل على النبات، بيظهر على الاوراق المسنه الاول لانه عنصر اساسا سريع الحركه في النبات. بنشكركم، وان شاء الله في فيديو اخر هنتكلم عن التطوير.